ممكن كلمة القناة المغربية؟ والله غير صراحة يعني نشكر القنوات الحرة والنزيهة بكل معنى. احنا والله غير مدى بينا يعني كما قالوا الإعلام هذا اللي يوصل صوت الشعب. للأسف رانا كما نقولوا احنا راه حتى الشعب هذا راه مازال كلمته ما وصلتش. انا والله غير نعطي لكم دليل، انا نعطيك دليل واش هو. يجيني واحد مثال، واحد من صح العصر والمغاربيه كذا كذا، قال لي يا موسى راهي الوقفه تاعكم في لوطريز بصح راه مازال ما تافيشاتش في العصر وفي المغاربيه وكذا. قلت له بصح راه في لي جورنو كاينين وكذا وكذا. قال لي لا موسى هذوك قنوات مثال، انا مش شغل. قال لي هذيك القنوات تاع الشعب. يعني سبحان الله حنا تنحوسوا على الاداره تاع الشعب، نحوسوا على الناس المخلصين تاع الشعب اللي يخدموهم اللي في خدمتهم. ديك اللي نلعبوا كما درجه اللي كما قالوا هذاك في الدول المتطوره وكذا 2%، 2% هذه اللي كي يطلع المناصب عليا يخدم الشعب تاعو، يخدم المياه هذه. لكن للاسف حنا 2% تاعنا يمشوها، اللي يطلع يدي شكاره ويدي كذا ويهرب ويزيد يدير جنسيه اخرى. سما هاد البلاد تاعو كلي حاس روحو مش راح يعيش فيها. بصح ما على باليش واحد الحساب اخر واش هو، انه كي يخرج من البلاد هذه راه ما يقدرش واقيلا يجي بعد قوانين تسن كيما رانا نشوفو درك، ما يقدرش يخرج من البلاد هذه. يعني نصيحه لهذا الشعب وهذا السلطه وهذيك، اخدم ارضك، اخدم بلادك، وكون قراراتك حازمه يا اخي. راهو الفساد يعني فشا والامور راهي مشات وكذا. ماذا بينا يا اخواني انه نوصلوا لدرجه انه نخدم بلادي، نخدم ارضي، هذه بلادي انا وراهي امانه وحنا اللي نحموها. احنا الشباب وهذا شو هما البطال هو اللي راح يحميها، واكثر من كل الشرائح. وانا نحكي حنا هذه البطاله، انا كي نحكوا حنا جبدنا هذه تاع البطال. البطال في اي دار، في اي دار، في اي بيت، في اي كذا، في الجزائريه راه فيها بطال. يعني راه يعاني تلقى البطاله هذه هي وراء اي مشاكل كاع اللي راهي تفشى. يعني المثل اللي راه مشهور يقول لك الجند البطال لا يحسن الا الشغب. يعني واش راح نقول انا كي اللي تخدمه وتعطيه عباية مليحه سبحان الله. يعني للاسف انجينيور ديطا وكذا درك ما عندوش منصب، مهندس دوله ما عندوش منصب، والله يدخل شبكه 1200 وكذا 3 سنين باش يترسم. واش هاد القرارات تاع السوفيه؟ واش انت الان راك استاذ؟ نعم في الجامعه. بارك الله. شو الى موقفك هنا بهذا؟ يعطيك الصحه. انا صراحه يعني درك راني استاذ مؤقت في الجامعه هنا الجزائريه. صح على استاذ مؤقت صراحه. يعني واش معناها فاكاتير؟ انا الزملاء انا نحكي لروحي انجينيور ديطا وناشاسو، يجياني سيكيورتي اندستريال وقايه والامن الصناعي. راني نومو درك راني في لاباز هذه واد نومر، راني نضرب في 15 و16 و17. مش استاذ مؤقت ندي 25000 بدراهمنا للساعه. عندي 12 9 سوايع في السمانه 25. العطل وهذه ما تديش، هاي حقوقي مهضومه فهمتني. وانا صراحه كنت نترسم ولا كنت بطالتك. نعم كم سنتين؟ سنتين خريج جامعه سنتين. نزيد لك حاجه استاذ، انا نحكي على روحي ولو اني كان لي ربعه لي خمسه نحكي لك انا.